اساسه بنقول الوصفه بتاعت فيروس سي. الرساله قالت لي عمري 33 سنه وانقطعت دورتي الشهريه واجمع الاطباء على عدم قدرتي على الانجاب نظرا لارتفاع هرمون الاف اس اتش الى 45، فهل هناك علاج ارجو الرد مهما كان وعدم الاهمال؟ يعني انا زعلان من الرساله دي من حاجتين. اولا عدم الاهمال، عمرنا ما بنهمل حد من رسائل حضراتكم وانتم تعلمون ذلك جيدا. الجزء الثاني اجماع الاطباء على عدم الانجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور ويزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما، صدق الله العظيم. اذا فهي اراده الله عز وجل. انا ممكن اقول صعب لكن ما اقولش يعني ايجابا وتصديقا لا ممكن مش ممكن ابدا تحملي. وحالات كثيره جدا سبحان الله ربنا عز وجل بيبين قدراته في حالات زي دي سبحان الله. يعني حاله واتذكرها كويس جدا وممكن يكون بتشاهدني دلوقتي لان هي من مشاهدات البرنامج الكرام. اجمع الاطباء تماما على عدم الانجاب ويشاء الله العلي القدير ان تنجب توأم سبحان الله. لدرجه الاطباء بقى يضربوا كف على كف، ازاي؟ دي قدره الله عز وجل، دي هبه الله عز وجل لعباده. فمفيش داعي ان احنا نقول اجماع واستحاله، الكلام ده عند ربنا عز وجل لا يقف عند حد الله عز وجل. دي اول حاجه. تنشيط التبويض وتكيس المبيض قلناها كتير يا مدام، وكنت اتمنى ان حضرتك تكوني جربتيها على الاقل 3 شهور ونشوف بعد كده هرمون الاف اس اتش اخباره ايه. الخطوه الاولى 6 معالق من البردقوش هتنقع في 3 اكواب ماء مغلي من الليل الى الصباح، ثم صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل وجبه. الوصفه ديت لتكيس المبيض، للخبطه الهرمونات، لعدم انتظام الدوره الشهريه، لارتفاع هرمون الاف اس اتش، لبطانه الرحم، لتكيس المبيض قلنا، وتنشيط التبويض. هذه الوصفه 3 خطوات هنقولهم مع بعض، فاتمنى من كل اصحاب الرسائل التي تخص هذا الموضوع التركيز معايا شويه. 6 معالق من البردقوش هتنقع في 3 اكواب ماء مغلي من الليل الى الصباح، صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل وجبه. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه الميراميه مفرده، نبات الميراميه او عشب الميراميه ناخد منه معلقه، هتغلى في كوب من الماء وتشرب 3 مرات يوميا. الخطوه الثالثه هناخد مع بعض حلبه وقرفه وجنزبيل بكميات متساويه، ناخد معلقه من هذا الخليط هتغلى في كوب من الماء وتشرب 3 مرات يوميا. دي 3 خطوات لتنشيط التبويض، لتكيس المبيض، لبطانه الرحم، للخبطه الهرمونات، انخفاض او ارتفاع الهرمونات، لعدم انتظام الدوره الشهريه. اتمنى ان احنا نطبقها بعد اذن حضرتك. نستعين بالله عز وجل، وقلناها من قبل وهقولها تاني، لازم نقف على باب الله عز وجل، لازم الرجاء في رحمه الله عز وجل. اوعي تصدقي الكلام اللي بيتقال. ربنا عز وجل هو اللي هيعطيكي، ربنا عز وجل هو اللي هيمنعك ان اراد. فلا بد من اللجوء الى الله عز وجل. وقلنا قبل كده وصفه وكتير من حضراتكم جربوها وبفضل الله عز وجل كانت نتيجتها طيبه، وهي اللجوء الى الله عز وجل، طرق بابه، الاحتماء برحمته عز وجل. ليله الجمعه اللي هو الخميس بالليل بتدخلي حضرتك والزوج اوضه ما يكونش فيها صور، هنبتدي مع بعض نكون متواضعين، تنوي الاعتكاف دخول الحجره نفسها بنيه الاعتكاف، هيصلي الزوج مع حضرتك 2 أو 4 أو 6 كما يفتح الله عليه، قيام لله عز وجل، ونطيل في الدعاء في السجود. اشتكي لربنا، كلمي ربنا عز وجل، اتحدثي مع اللي خلقك واللي مالك كل مفاتيح خلقك وقدرته عليكي عز وجل. ابتدي نتكلم مع ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاه والسلام لك العدة حتى ترضى. كان بيعتب على ربنا عز وجل. فما بالكم بما نحن. لازم يا اختي الفاضله تكلمي مع ربنا عز وجل، الجاي الى الله عز وجل، اسال الله العظيم ان يجعلني سبب في ان يرزقك الله بالذريه الصالحه، واسالكم الدعاء لها، وان شاء الله ان شاء الله اتمنى من الله عز وجل ان احنا نشوف رساله قريب من حضرتك بتبشرينا برحمه الله عز وجل عليكي. الرساله التاليه